من ضمن المصادر العربية داخل بنك المعرفة، تمام، نختار مصادرنا العربية، نفس المصادر السابقة اللي كانت في المصادر الإنجليزية، يضاف عليهم دار المنظومة. دار المنظومة هي شركة سعودية أنشأت سنة 2004 ومهتمة بقاعدة المعلومات التربوية والاقتصاد والإدارة واللغة والأدب والعلوم الإسلامية والإنسانية والرسائل الجامعية. الناس اللي عايزة تتحصل على رسائل جامعية بتدخل على دار المنظومة وبتكتب الرسالة بتاعتها. دار المنظومة جزئين، في جزء منهم هو الكشاف غير متعاقد عليه مع بنك المعرفة، لكن دار المنظومة الجزء الكبير منها هو متاح داخل بنك المعرفة. فلو عندك رسالة معينة وعايز تدور عليها داخل دار المنظومة، فبتكتب مثلا العنوان بيجيب لك مصادر، يعني ايه، لو انت بتدور بالعموم هيجيب لك حاجة، لو انت بتدور على عنوان معين تكتبه وتختار بحث، تمام، ولو الحاجة دي متاحة بيكتب لك ان هنا ايه البي دي اف بتاعها موجود، فممكن تفتحها وتطلع على البي دي اف بتاعها. والبحث على من اي نافذه منهم، سواء كان الارابيز او الهيومن اندكس او بحوث المقالات او الرسائل، كله بيكون اي بوابه منهم ممكن توصل لكل المعلومات. ايضا في بحث متقدم، تختار من هنا بحث متقدم، بيديك لو انت عايز مثلا عده اشياء تربط بينهم ببعض، كلمات مختلفه، تمام، ولو متاحه هيدي لك رابط التحميل.